صفقات القلوب، خفقات القلوب المتفجرة بالحب، وإشراقات العيون الفرحة، وأنهار العطاء والغبطة والآمال الكبيرة، وأهازيج الفرح والأغنيات المرحة، كلها تعبر عن فرحتنا بليالي أعراس آل مكتوم الكرام. فيا فرحة دومي، واملئي سماءنا بنجوم بشائر الخير. أجمل الأوقات مع الفنان المعروف غريد الشاطئ بمصاحبة الفرقة الموسيقية البحرينية. يا عيون الليل عني خبري، اللي
القلب جرب ليل العشيق لو طلب قلبي ما عز عليه عن هوى المحبوب بلا ما اشوف لو صبر ايوب راح اصبر عليه لو صبر ايوب راح اصبر عليه يبي مني أكثر من كذي لو طلب قلبي ما عز عليه عن هوى المحبوب لا ما أجوب لو صبر أيوب راح أصبر عليه لو صبر أيوب راح أصبر عليه يلي تعذر مسموح يلي
الليالي بتروح لك مشوار قلت الليالي قالت لك نوادر حوالي العشاء يكتر قالت لك نوادر حوالي العشاء يكتر قلت لها بطل خليني في الليل بتروح لك مشوار قلت الليالي بتروح لك مشوار قلت الليالي قالت لك نوادر حوالي العشاء يكتر قالت مكسر تكسير ما بيمشي هيك مشاوير إلا مكسر تكسير ما بيمشي هيك مشاوير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطل إلا مكسر تكسير ما بيمشي هيك مشاوير إلا مكسر تكسير ما بيمشي هيك مشاوير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطل تهتم إن شاء الله ما بتشوف الأم قالت لي وعا تهتم إن شاء الله ما بتشوف الأم قلت لها راح اللي راح خليتيني قلبي جراح قلت لها راح اللي راح خليتيني قلبي جراح قالت لي من هالأخبار قلت من همي قلت لها بطل روح لك مشوار قلت
كلها يا ري وبتروح لك مشوار كلها يا ري قالت لك نوع نهار حوالي العشاء يكتر قالت لك نوع نهار حوالي العشاء يكتر